مزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بك معنا في هذه النشرة من RT، وأرحب أيضا بضيفي من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير حسين هريدي. مرحبا بك معنا أيضا سعادة السفير في هذه النشرة من RT. لو نبدأ معك أستاذ أحمد فتحي من نيويورك، ما احتمالات سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي كما يتداول في وسائل الإعلام؟ الجمهوريون يحتاجون فقط إلى 6 مقاعد للفوز بأغلبية في مجلس الشيوخ اللي هو السنت، ولكن الوضع لن يتغير بالنسبة لمجلس النواب، حيث سيحتفظ الجمهوريون بالأغلبية التي حققوها في الانتخابات الماضية، ولكن وبعض الولايات سيفوزون بمنصب الحاكم. كما ذكرت أن الانتخابات التجديد النصفي هي حالة استفتاء على الوضع الحالي. الرئيس أوباما شعبيته منخفضة إلى 42%، والكونغرس هنا المؤشر الهام أن شعبية الكونغرس أو رضاء المواطن الأمريكي عن أداء الكونغرس هي فقط 12%. هذه نسبة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، وتدل على مدى استياء المواطن الأمريكي العادي من أداء الكونغرس. وبالتالي ربما أيضا أستاذ أحمد فتحي سوف أعود لك، أوباما أستاذ حسين هريدي كانت له ما يعرف بأوباما كير وسياسة صحية وسياسة ربما تهتم أكثر بالطبقات الضعيفة، لماذا هذا التدني في شعبية الرئيس باراك أوباما برأيك؟ يعني حضرتك عدم رضا عام عن أداء الرئيس أوباما خصوصا في الولاية الثانية بالنسبة لموضوع إيبولا، بالنسبة للأوضاع في الشرق الأوسط تحديدا العراق وسوريا وظهور تنظيم إرهابي داعش، من ناحية أخرى الهجوم الذي شن على القنصلية الأمريكية ببني غازي في سبتمبر 2012 ومقتل السفير الأمريكي وثلاثة موظفين من العاملين في القنصلية ببني غازي، كل هذا أدى على مدى السنتين اللي فاتوا إلى عدم رضا وعدم ارتياح. لكن الرئيس أوباما حقق إيجابيات أخرى، أنهى حرب أفغانستان، أنهى حرب العراق التي كانت تؤرق الأمريكيين كثيرا، كانت له أيضا إصلاحات في المجال الصحي، وأيضا كانت له سياسة اجتماعية إن صح هذا التعبير كانت لصالح كثير من فئات الشعب الأمريكي. الرئيس أوباما توجه إلى رود آيلاند يوم الجمعة الماضي لتأييد المرشح الديمقراطي، وهناك ألقى كلمة وهو نفسه اعترف، قال أنه يعني بالرغم من التحسن الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل نمو هذا الاقتصاد، لكن غالبية الأمريكيين لم يشعروا بعد أنه هذا التحسن وهذا المعدل المرتفع في النمو الاقتصادي انعكس على عليهم هم بصفة شخصية. هي دي ربما اللي يشرح لنا يعني عدم رضا لماذا تدنت. هناك سياسة عدم رضا، لكن أيضا شعور بعدم رضا من أطراف دولية كثيرة من سياسة أوباما. لكن كيف سينعكس سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على إدارة الرئيس باراك أوباما وقدرته على الاستمرار في نفس النهج وفي نفس السياسة؟ أستاذ أحمد فتحي، بالنسبة زي ما ذكر السفير حسين هريدي، بالنسبة للإنجازات التي لم يشعر بها المواطن الأمريكي، أنا أتفق معك تماما، ويمكن نأخذ معدل الدخل الحقيقي الذي لم يحدث عليه أي تغيير منذ فترة طويلة. المواطن الأمريكي يعني في المقام الأول يقارن ماذا تحقق لي مع أوباما أو مع غيره،
يجب ألا ننسى أن مثلا في خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أن شعبيته قرب انتهاء فترته وصلت إلى 27%، وهي أيضا ليست نسبة يفتخر بها، وكانت نسبة قليلة جدا. فبالتالي ما تحقق في عهد أوباما من خفض في العجز في الموازنة، من خلق 200,000 وظيفة جديدة، من توفير الرعاية الصحية إلى قطاعات أكبر في المجتمع الأمريكي، وتخفيض في تكلفة التأمين للكثير من الأمريكيين ورجال الأعمال الأفراد مثلا، فهذه كلها توضع في خانة الإيجابيات. ولكن على السلبيات، الدخل الحقيقي لم يتغير، القدرة الشرائية منخفضة بالنسبة للمواطن الأمريكي، ولكنها ليست بالسوء الذي يدفع إلى هذا كله مفهوم. هذا كله مفهوم. الآن عندما نتحدث عن سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، كيف سيؤثر ذلك على سياسات إدارة أوباما؟ بالنسبة للجمهوريين، أدائهم في الفترة اللي فاتت أنهم كانوا يأخذوا دور المعوق لصدور أي تشريعات. جميع التشريعات التي طلب بها أوباما كانوا يراوغوا ويعطلوها في الكونغرس أو في السنت. هذا الدور هل سيرضخ الرئيس أوباما لرغبة الجمهوريين في ملفات حساسة كثيرا، وأن يكون حاسما في قضايا وملفات مهمة، خصوصا الوضع في سوريا، ربما الوضع في مناطق ونزاعات أخرى في العالم كان أوباما مترددا ورفض الانخراط فيها؟ تردد أوباما في ملفات السياسة الخارجية تثير غضب الديمقراطيين والجمهوريين معا. إدارة الرئيس أوباما في إدارة الملفات السياسة الخارجية هي مستواها بكل أسف ضعيف، أو ما يطلق عليه ميديوكر. هذه حقيقة واقعة يجب أن نتعامل معها. طيب، ولكن المواطن الأمريكي العادي عندما سيذهب إلى الانتخابات لن تؤثر فيه ملفات السياسة الخارجية. المواطن انطباعات الموقف الأمريكي الموقف المواطن الأمريكي تؤثر في الانتخابات، وبالتالي بالنهاية سوف نصل إلى التأثير على السياسة الأمريكية الخارجية. دعني أنتقل وأسمع رأي ضيفي من القاهرة سعادة السفير حسين هريدي حول هذه النقطة تحديدا، وأنت بصفتك دبلوماسي ربما، كيف ستكون تأثيرات سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي على سياسات إدارة الرئيس أوباما؟ هل نتوقع تحولا في السياسة الأمريكية إذا ملفات مهمة، خصوصا الملف الإيراني، الملف الفلسطيني، الملف السوري الذي أوباما معروف أنه رفض توجيه ضربة للنظام السوري، وهناك أطراف دولية عديدة تأخذ عنه هذا التراجع؟ بالنسبة للقضية الفلسطينية وأزمة الشرق الأوسط، لا أعتقد أن احنا هنشهد فيها تحركات إيجابية من وجهة نظر مصرية أو وجهة نظر عربية. أعتقد أنه التركيز في السياسة الخارجية الأمريكية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط في حالة أن الجمهوريين هم اللي يبقى ليهم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هتتركز على موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو نظام مستقبل الحكومة السورية ومستقبل الرئيس بشار الأسد شخصيا، والموضوع الثاني أسلوب التعامل مع تنظيم داعش في ضوء التحالف الدولي بين قوسين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أنه في حالة أنه الجمهوريين يسيطروا على مجلس الشيوخ، السناتور جون ماكين اللي هو من أريزونا حيتولى رئاسة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. والسناتور جون ماكين من الصقور القوية في الكونغرس الأمريكي، وكان يطالب منذ اندلاع المظاهرات في سوريا بتسليح المعارضة السورية وتمكينها من قلب نظام الحكم في دمشق. فأنا أتصور أنه السياسة الخارجية الأمريكية بالنسبة للموضوعين دولت هتزداد تعقيدا، وحيبقى فيه خلافات بين الكونغرس وبين الإدارة الأمريكية. يعني بالنهاية هيؤثر بالسلب. بالنهاية
سعادة السفير، ربما ما يهم المواطن العربي، هل ستكون السياسة الأمريكية أكثر حزما في التعاطي مع هذه الملفات أم أنها سوف تستمر بنفس النهج؟ لا أنا حوصفها أنها ربما تكون أكثر عدوانية. نعم طيب ابقى معي. وتعتمد بالمزيد على استخدام القوة. أريد أن أنتقل إلى ملف آخر، العلاقات الروسية الأمريكية وما يجري الآن في أوكرانيا وملفات أخرى كثيرة أيضا بين البلدين والعلاقة مع حلف الأطلسي. هل تعتقد أن سيطرة الجمهوريين على الكونغرس وما هم معروفون به من نزعة عدوانية قد يصعد التوتر أكثر مع موسكو؟ بالنسبة للموقف العلاقات الروسية الأمريكية، أنا ربما أكون أختلف عن 99% من المراقبين لهذا الشأن، أنني أرى أنه من الممكن حدوث انفراجة في العلاقات الأمريكية أو العلاقات الغربية الروسية قبل انتهاء فترة الرئيس أوباما، ولكن يجب أن يكون في ضوء إجراءات تبادلية بين الطرفين، فبالتالي نحتفظ ببعض الوقت لأنه من المتوقع أن يحدث تعديلات هامة. ونوه أن بعد زيارة أوباما المرتقبة كيف سيؤثر الطرف الجمهوري على هذه العلاقات؟ بالنسبة للمجلس الشيوخ والنواب يستطيعوا أن يصدروا قرارات بكل تأكيد، ولكن في النهاية الرئيس أوباما يحتفظ بحق الفيتو على هذه القرارات، ولا يوجد يعني مؤشر يشير إلى أن الجمهوريين سيتجهوا للتصعيد في ملفات السياسة الخارجية. أننا يجب أن نتذكر ونعي جيدا أنه في خلال عامين من الآن في عام 2016 وهو سيكون عام الانتخابات الرئاسية أيضا، سيحدث تجديد نصفي للكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، والجمهوريون أمامهم معركة ضخمة للاحتفاظ بمقاعد في ولايات تميل إلى التصويت الديمقراطي، مما سيتيح للديمقراطيين من استعادة الأغلبية التي تكون متاحة لهم في مجلس الشيوخ. طيب أستاذ حسين هريدي من القاهرة، سؤال أخير في هذه المقابلة. الآن هناك من يقول بأن السياسة الأمريكية لن تتغير، سواء كان من هو في الحكم جمهوريا أو ديمقراطيا، فهي بالنسبة للعالم العربي سياسة واحدة ولن تتغير كثيرا. يعني هي طبعا المبادئ الأساسية اللي السياسة الخارجية الأمريكية بتسير عليها في الشرق الأوسط لا تتغير، وإنما هي الوسائل، التكتيكات، المقاربات. إذا أخذنا على سبيل المثال قضية الشرق الأوسط عشان نناقش هذا الموضوع، هنجد طبعا أن المبادئ الأساسية اللي بتحكم الموقف الأمريكي بالنسبة لهذه القضية معروفة، لكن الأسلوب تعاطي كل إدارة الإدارات الأمريكية مع القضية الفلسطينية بيختلف من إدارة لإدارة. يعني احنا اذا قارنت حضرتك موقف إدارة أوباما بموقف الرئيس كلينتون، الرئيس الأسبق كلينتون، هتجد ان في فرق، لكن الاثنين عمل في إطار المبادئ الراسخة للسياسة الأمريكية. وهل سعادة السفير ان يكون هناك ايضا فارق ربما في العلاقة بين موسكو وواشنطن في ظل الجمهوريين والديمقراطيين؟ هو طبعا الموقف في أوكرانيا هو الحاكم في العلاقات الروسية الأمريكية في المرحلة الراهنة وخلال العامين القادمين المتبقيين في الولاية الثانية للرئيس أوباما. وبعدين النقطة الثانية، ما يمكن للإدارة الأمريكية أن تتوصل له من اتفاق مع موسكو بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا، وكيفية التعامل مع التهديدات الناجمة عن تنظيم داعش. يعني معنى آخر، شكرا. إن أفاق التعاون الروسي الأمريكي يعني الأيام القادمة هي اللي هتحكم هل فعلا الانتخابات النصفية في واشنطن
هتؤثر على التوجه الأمريكي اتجاه موسكو ولا لا، لكن أنا أعتقد في هذه النقطة بالذات الكرة في ملعب موسكو. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي على المشاركة معنا، وأشكر أيضا ضيفي من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، هذا ما سمح به وقت هذه المقابلة، شكرا جزيلا لكما.